معكم يسرى مغربية مقيمة في إيطاليا. عندي مشاكل في سناني، كان عندي واحد سنة شوية داخلة، وعلى هذا الشيء قررت نجي الكلينيك فلامينغو. كنشوف بزاف الناس هنا في تركيا كيجيو يبدلوا سنانو، وانا قررت ندير الثقة ديالتي في كلينيك فلامينغو. طبعا الاستقبال ديالهم كان رائع. بغيت وصلت لتركيا، جا ترونسبور بريفي هزني من لوطيل وداني ديريكت للفندق، وكل نهار هاد ترونسبور بريفي كان كيجي هزني من الفندق ديالي ويجيبني الفلامينغو كلينيك باش ندير كلهم لي فيزيت مع الطاقم الطبي ديالهم. والطاقم الطبي ديالهم كان تري ديسپونيبل معايا، ترجموا لي اي حاجه وكانوا تري ديسپونيبل. Welcome. Thank you. How are you? Fine, and you? الحمد لله انا فرحانه بالنتيجه اكثر من اللازم، يستاهلوا كل الثقه اللي حطيت فيهم من اول نهار. باغا نشكرهم بزاف فور ذا بروفيشنال وورك اللي بدل لي الابتسامه ديالتي وحياتي للاحسن، وانا دابا راني فرحانه.